هذه الصورة هي لشاب غني سعدي عندما كان في السن الخامسة قبل أن يظهر حب على مستوى أنفه ويكبر مع مرور الوقت لتصبح كتلا لحمية تغطي جزءا كبيرا من وجهه. وبدأت بعمر 5 سنين يعني ديكريتي فيليبتيك. التشوه اللي عنده في الجو سكرا؟ برجنت. ما عرفوش شنو ما يتيالجي ودولو دي بريلرمان يحاولوا الدنيا مون بروفيسور اللي سيبها لك فرنسا كان يقول له راه منين عاودنا دينا مي اون با تروفيني بلو ريفوني. غاني يصاب ايضا بنوبات صرع ووضعه الصحي لم يمكنه من الكلام. لا كريزي بيليتيك هذه كانت قبضه باسكو كان يتقلق وحده كيخرج برا مع الدراري والدنيا وترف الذاكره ما يهدرش. والد غاني لم يجد علاجا لهذا المرض النادر ولم يستطع نقله للخارج من اجل العلاج. وفي فرنسا واش كاين زعما كاين دواء كاين وي هي 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 كاين دواء بوليسي لي ديكو لي ايدي باير ويديروا مالو كير زيد حياة هذا الشاب ضاعت بين أسوار هذا المنزل وسنوات عمره المتبقية حتما ستلقى نفس مصير سابقتها إذا لم يتم علاجه.